أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على أن يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتبارا من السبت القادم. أضافت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة سيعمل على تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم. ورغم ذلك نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الغذائية سواء خلال فترة الجائحة جائحة كورونا أو خلال الأزمة الروسية الأوكرانية. تشارك مصر في فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين والمنعقدة حاليا بالعاصمة المغربية مراكش. خلال الفعاليات أكد وزير المالية محمد نعيم على أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج ما بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة كنتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وبما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط خلال التعاملات مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 2.32% لتصل إلى 85 دولار و62 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.85% لتسجل 83 دولار و52 سنتا للبرميل، وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.36% لتصل إلى 2.95 دولار للتر، كما تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.93% لتسجل 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم في البلاد في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي. أوضحت السلطات الأردنية ارتفاع معدل التضخم بنسبة 52% مقارنة مع الشهر السابق، وبحسب التقرير مع أبرز ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر والإيجارات.